أن يكون لك لحظات، لك أوقات، لك سويعات، لك دقائق تقرأ فيها القرآن ويخشع قلبك لا يدري عن ذلك أحد. هذا هو المدخر العظيم الذي تدخره لنفسك حين تلقى الله. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فباضت عيناه. قم الليل، والله قم الليل بقول الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، قم الليل بقول الله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. وفي القرآن آيات عظيمة يثني الله على فيها على نفسه، وقد قلنا مرارا في دروس في هذا الملتقى وفي غيره إنه لا شيء يجعل القلب رقيقا أعظم من أن يقرأ الإنسان الآيات التي يصف الله جل وعلا فيها نفسه. ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. لكن العبرة، كل العبرة بما تنفرد فيه بينك وبين ربك، هذا الذي يجعلك تحجم عن المعصية وتقبل على الطاعة، ويملأ قلبك انشراحا. ظلمة ليل لا يراك فيها إلا الذي لا يخفى عليه كل شيء. أنت ممن تريد الثواب؟ تريده من الله، ومن هذا الذي أنت تخشاه حقا؟ هو الله. فاصنع عملا لا يراك فيه إلا الله، ثم اطوي حتى في ذاكرتك، حاول أن تنساه، فإذا لقيت الله أكرمك الله جل وعلا بأن أظهره لك. والله إنه يوجد على الأرض من تعلم أنك لو صنعت له معروفا ثم احتجت إليه لأعطاك ولو كان عاجزا يستدين حتى يرد إليك معروفك، ولله المثل الأعلى. فكيف بالتجارة والتعامل مع رب العالمين؟ والله لو أعطاك كل ما تتمنى لا ينقص شيء مما في يده جل جلاله، ومع ذلك استصحب أن الله غني عنك وعن طاعتك، وأنت كلك فقير إلى الله جل وعلا كل الفقر. واقرأ القرآن بتدبر. الله يقول: وترى الملائكة حافين من حول العرش. لماذا قال الله بعدها يسبحون بحمد ربهم؟ التسبيح تنزيه الله عما لا يليق. قال ربنا يسبحون بحمد ربهم حتى لا يظن النظان أن الله محتاج لهؤلاء الذين يحفون حول العرش. فهم أنفسهم الملائكة ممن يحمل العرش، أو من يطوف حول العرش، أو من هو حاف حول العرش، يسبح ويقول بلسان حاله ومقاله: أعلم أن الله غني عني وعن العرش وعن حمل العرش وعن أن أحف حول العرش.